تم تقريبا العناصر متشابهة. هذه تمريرة إلى سفيان، سفيان خطير، إيريك إيريك إيريك، يا عيني يا عيني، السلام الزعيم يبدأها، الزعيم يولعها من البداية. إيريك يسجل أول الأهداف، إيريك يتقدم بأول الأهداف الموسم الماضي ويقدم حضور كبير في هذا الموسم من البداية، من البداية راوغ، وبعد ذلك الكرة وضعها في الشباك. إيريك يسجل على فكرة في بطولة كأس العالم اللي أقيمت في ألمانيا، وتسديد والتعادل، التعادل يأتي علي مدن، علي مدن وفي لعاداته، علي مدن من سجل في مرمى نادي العين في الموسم الماضي، ثم بعد ذلك سجل هدف التعادل بخطأ في التوقع أعتقد من حارس المرمى خالد عيسى اللي تفاجأ.